الله في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفل ونهيئ للاحتفال بالذكرى 18 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا الورش الملكي بامتياز واللي أعطى الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني أحقيته وخصوصيته للعمل الاجتماعي. والحمد لله مؤسسة أمل بينات على هذا المبدأ ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وطبقته فعليا في المراكز اللي أنشأت منطقة النواصر إقليم النواصر، والحمد لله جوج من هذه المراكز دشهم سيدنا الله ينصره، واحد في ديسمبر 2012 وواحد في 2017 ولاد عزوز. فهاد أربعة مراكز اللي تتغطي التراب ديال إقليم النواصر الحمد لله أكدت الفعالية ديالها، والحمد لله بتسيير الذاتي ديال مؤسسة أمل اللي تتعتمد على راسها في الأطر الطبية والشبه الطبية والإداريين، الحمد لله بينات على النجاح ديالها كمؤسسة حصلت على شهادة الجودة إيزو وعندها منفعة صفة المنفعة العامة. فالحمد لله في هذه الذكرى 18 وحنا الحمد لله بدينا في النواصر في 2012، فالحمد لله هذه العشر سنوات أو 11 سنة ما يقرب بإقليم النواصر بينات على الفاعلية ديال مؤسسة أمل رغم نقص المساعدات، والحمد لله اللي احنا في غنى عنها، احنا تنبغيو الناس ان يعرفونا بالقيمه ديالنا ماشي بالمساعدات اللي تناخذوها. فنحبذ في هذه الذكرى ان يتم المراجعه وعدم الاقصاء من ناحيه من شركاء اللي التزموا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه انهم يعاونوا هذه المشاريع، خصوصا وان هذا الشنها سيدنا الله ينصره وباركها. فمن العيب جدا ان مراكز معلقه فيها هذا لا بلاك كوميموراتيف وسيدنا جاب باركها والحمد لله، فما يمكنش اننا يكون الاقصاء ونحاولوا اننا نلغيو هاد المراكز وما نعطيوهاش القيمة ديالها باش يعرفوا الناس الخدمات اللي تتوجهها مؤسسة أمل لهاد النوعية من المرضى اللي محتاجين الدعم النفسي والمادي والاجتماعي أيضا. والحمد لله مؤسسة أمل تشرف منطقة النواصر ومنطقة النواصر تتشرف بمؤسسة أمل، فالحمد لله الخدمة ديالنا ما زال حققنا التنمية المستدامة في تشغيل الشباب أيضا، وهذا من التوجيهات ديال سيدنا الله ينصره في خلال تدشين المركز ولد عزوز، أن لما ما نوقفوش التكوين المستمر وتكوين الممرضين. والحمد لله المؤسسة نجحت في هذا وما غاداش توقف، فأتمنى أن جميع الشركاء يلتزموا بما هم عليه حتى لا نسقط في أن المؤسسة خصوصا في هذه المنطقة العزيزة على قلبنا أن تقف وأن تكون مهددة بإقفال بعض مراكزها.